لا بأس أن تتكلم في خطورة هذه الأحزاب الديمقراطية، ولكن بالتي أحسن لا بالتي أسوأ. البعض يقول إن من فوائد دخول الإسلاميين وخاصة الفين البرلمان أنهم سيمنعون اضطهاد الإخوة ودخولهم المعتقلات، بل قال أحدهم إنهم ما دخلوا إلا من أجل حماية الدعوة والحق إن عاد. كم ده كلام يعني من باب التخمين، من باب التخمين. بالعكس، وجود المعتقلات والاضطهاد والتشديد هذا أنفع للدعوة من الانتفاخ الدعوي الذي يعيش فيه الناس. نعم صحيح. فيعني هذه المسألة مسألة مضمونة. احنا دلوقتي لما ننشئ بين الناس الديمقراطية، كنا لما نيجي نقول قبل كده دولة مدنية كأن الواحد لدغه عقرب، لما الديمقراطية كأن الواحد لدغه عقرب، دلوقتي نقول دولة مدنية عادي جدا. يعني قلت لكم الدولة نريد دولة مدنية، تسمعوا دلوقتي أمر عادي صح؟ لو قلت لكم نحن نريد دولة ديمقراطية إسلامية علمانية، ولا أي حاجة، ولا أي حاجة، إيه المشكلة يعني؟ لأن دلوقتي في اتجاه بين بعض المشايخ سماحهم الله إن احنا نتواصل مع العلمانيين بحيث نعمل حكومة توافقية مش حكومة إسلامية، فإيه المشكلة؟ واحد علماني بس يبقى طيب شوي قريب شوي، ودي مصلحة الدعوة. احنا دايما كنا ننكر على فصيل من الإخوان نقول دول كل حاجة مصلحة الدعوة ومصلحة الدعوة ومصلحة الدعوة. أصبحنا احنا دلوقتي عملنا هيئة عندنا اسمها إيه؟ هيئة مصلحة الدعوة برضك، كل حاجة نعلقها على شماعة مصلحة الدعوة ومصلحة الدعوة. سبحان الله، إلى هذه اللحظة الأخوات المسلمات اللائي خطفن منذ سنين ودخلنا الأديرة والكنائس إلى هذه اللحظة لا نعرف مصيرهن. صح صح ولا يا إخوانا؟ سبحان الله، المعتصم انتفض وحرك جيوش الإسلام كلها من أجل ماذا؟ من أجل امرأة واحدة، وانتوا بتقولوا احنا معانا السلطان ومعانا كل حاجة. طب يا أرباب السلطان، سواء حزب ديمقراطي سلفي ولا حزب ديمقراطي اخواني، قولوا لنا بتعملوا ايه وبتسووا ايه؟ نسال الله تعالى ان يهدينا وان يهدي اخواننا وان يهدي المسلمين جميعا لما يحب ويرضى، وان يتولى امرنا وان يبارك في بلادنا وان يجعل امنها مباركا وخيرها سخاء وجميع بلاد المسلمين، وأن يصرف عنا السوء والفحشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.